السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الرابع في كورس الـ A+. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعل الحزن إن شئت سهلا. هنتكلم النهاردة عن البورتس والكيبلز، عايزين ان احنا نفصصهم ونعرف بيشتغلوا ازاي واشكالهم عامله ازاي. الحاجات دي هنقول ان هي سهله، بس هناخد افكار جديده وناخد حاجات جديده ان شاء الله ما كناش ان احنا نعرف. كلمه بورت ترجمه بتاعتها هي عباره عن ايه؟ هي بوابه او منفذ. اذا لو بصينا على ظهر الكمبيوتر بتاعي من ورا هنلاقي فيه فتحات، الفتحات دي احنا بنسميها بورتس. لو بصينا على البرينتر من ورا هنلاقي ان فيها برضو فتحات، الفتحات دي بنسميها بورتس اللي موجودة عندي. بورت عموما هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن اي حاجة ممكن اوصلها بالكمبيوتر او اوصلها بالكمبيوتر بتاعي من بره، يعني هوصلها من بره بالكمبيوتر بتاعي. طيب هوصلها من بره من خلال مين؟ الكيبل. يبقى الكيبل اللي موجود عندي هو ببساطة هو اي حاجة كابل هيوصل ما بين اتنين بورت موجودين عندنا. تعالوا ناخد المثال ده. هو انا عندي هنا في ده اللي هو اللابتوب، هلاحظ ان هو فيه يو اس بي بورت، تمام، ومن خلال الكيبل اللي موجود عندي هنا هو هوصله بالبرينتر. ده ظهر برينتر، يبقى ده برضو البورت اللي موجود في البرينتر، وده البورت اللي موجود في اللابتوب، وما بينهم ما بين بعض كيبل موجود عندي هنا. فاذا تيبيكالي الكيبل كونكتس تو بورتس، واحد بورت موجود في الكمبيوتر والبورت التاني موجود في الديفايس. طيب ايه هي الاشكال المختلفه للبورتس اللي ممكن اقولها؟ هنا هتكلم عن الاشكال المختلفه للبورتس شكلها عامل ازاي، تمام، ولكن في النص التاني من المحاضره هتكلم بتشتغل ازاي، فكرتها قد ايه، بتقدر تنقل بيانات قد ايه. هنا الشكل العام للبورتس الموجودة عندنا. البورتس ما بتخرجش من ثلاث اشكال موجودة هنا اهوت. اول حاجة اللي هي اللي بتاخد احنا بنسميها الدي شيب، او اللي هي الدي سبمنتشر اللي موجودة عندي، وعندي الار جي سيريس، الاشكال المختلفة من الار جي، وفي تايبس اخرى هناخدها بالتفصيل. نبدأ بالدي سبمنتشر الموجودة هنا اهوت. لو اخدنا بالنا ده الشكل اللي ورا عموما بنسميه اللي هو الدي سبنتشر اللي موجود عندي. لو اخدتوا بالكم ان هو شكله عامل زي حرف الدي الكابيتال او شبه المخروط اللي موجود عندنا. لكل واحد من دول ليه اسم، تمام، ولكن الاسماء بتاعتها الشكل العام بتاعها بنسميها الدي وبعد كده حرف وبعد كده رقم. فنلاحظ ان الدي اكس اللي موجود عندي هنا هو الاكس بتعبر عن حرف. الحرف ده هو بيكون يا اما من A الى E، يعني A B C D E اللي موجود عندي. وبعد كده الN دي هي بتعبر عن number of pins او sockets اللي موجودة في الكونكتورز، يعني عدد الخرام او عدد السنون اللي موجودة في الكونكتور. يعني لو بصينا ده هو ده هيكون عبارة عن ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى ده عبارة عن مكان ال N هنا احط اللي هي مين؟ رقم 9. تعالوا ناخد الكلام ده بالتفصيل ونشوف مثال عملي ليه. يبقى ال D اللي هي الشكل شبه ال D او شبه الشكل المخروط الموجود عندي، ال X هيعبر عن حرف، الحرف ده هو بيكون ما بين ال A وال E، اللي بعد كده ال N عدد البنز او عدد الفتحات اللي موجودة عندنا. تعالوا نشوف هنا هو الاشكال اللي موجوده عندي. لما اقول الدي اي 9 وبتكلم ان هو ميل، ميل اللي هو عباره عن ايه؟ ميل اللي هو بنز، يعني مش هيكون فتحات، تمام، و9 معناها ان هي هتكون 9 بنز اللي احنا بنطلق عليه اسم السيريال بورت. لو اخدت بالي هنا هو ده اللي احنا بنسميه الدي اي 9. هنلاحظ ان هو الستاندر اللي هو ميل موجود عندي في الكمبيوتر بتاعي. في المذر بورد دي هنلاحظ ان انا عندي 2 دي اي 9 زي ما احنا شايفين. الاي بتعبر عن الحجم الصغير، يعني من مسافه من هنا لهنا هي دي الدي
اللي بتعبر الاي اللي بتعبر عنها. فاذا الدي اي 9 تمام هو ده عباره عن كونكتور اللي بستعمله فين؟ في السيريال كيبل اللي موجود عندي. السيريال كيبل صراحه ليه شكلين، اللي هو الدي اي 9 وهو ده اكتر حاجه بنستعملها تمام، وعندي الحاجه الثانيه الدي بي 25. الدي بي 25 زي ما احنا شايفين شكل حرف الدي، عدد البنز اللي موجوده فيه 25، البي هي المساحه من هنا لهنا. هنلاحظ ده عشان صغير اخد الرمز اي، ده عشان كبير اخد الرمز بي. فاذا هنا هوت السيريال، نستنتج من كده ان السيريال دايما ميل، يعني دايما خلينا نشوفها هنا. السيريال دايما ميل اللي موجود عندي هنا هوت البورت اللي موجود في الجهاز بتاعي دايما ميل، يا اما بيكون دي اي 9 يا اما بيكون دي بي 25. يبقى ده اللي احنا بنسميه السيريال بورت اللي موجود عندي في الكمبيوتر بتاعي. طيب لو انا تخيلت ان في كابل هيركب هنا في البورت ده، يا ترى هيكون ميل ولا في ميل؟ اكيد هيكون في ميل صح. طيب وعدد، هل يبقى هيكون في فتحات موجوده عندي هنا اهوت. طيب عدد الفتحات دي مفروض تتساوى مع عدد الفتحات دي، يبقى اذا الكيبل اللي هيركب هنا هيكون في ميل وهيكون كام كمان؟ 9. يبقى اذا لو دخلت على الدي اي 9 اللي موجوده عندي هيكون عباره عن في ميل، هيبقى كونكتور موجود فين؟ في السيريال كيبل. يا رب تكون اتفهمت. نقول مره تانية، البورت اللي موجود في الكمبيوتر اللي هو السيريال، هنلاحظ ان هو ما بيطلعش من حاجتين، يا اما دي اي 9 يا اما دي اي بي 25، وبالتالي هما الاثنين ميل. يبقى الكابل اللي هيركب فيه هنا هوت يا اما هيكون نفس الحكاية، هيكون نفس الحرب دي اي 9 بس هيكون مين؟ في ميل، او هيكون هنا هوت الكابل اللي هيركب هنا دي بي 25 مظبوط، وبرده هيكون في ميل لان ده ميل صح؟ يعني هيكون في برده فتحات بنفس عدد البنز اللي موجود عندي هنا عشان ان هي تركب. طبعا منظر الدي ده هوت ما جاش ان هو اعتباطا، منظر الدي ده هوت هنلاحظ ان هو بياخد الشكل ده كده وبينزل كده. فاذا عدد البنز اللي موجوده هنا هتبقى كتير، عدد البنز اللي هنا موجوده هتبقى قليله. ده بيخليك ان انت لما تيجي تركب الكونكتور ما يركبش غلط، يا يركب صح تمام، يا اما ما يركبش هتستعف عليه، يبقى انت هتكسر البنز اللي موجوده في الكونكتور بتاعك. تعالوا نشوف الكلام ده هنا. الدي بي 25 اللي موجودة عندنا هيبقى عبارة عن في ميل، ده اللي هو مين؟ الكونكتور اللي موجود فين؟ في السيريال كيبل اللي موجود عندي. يبقى السيريال ليه شكلين، الشكل الأول 9 بن والشكل التاني 25 بن، هما الاتنين ميل. شفنا في المذر بورد دي هيت فيها اتنين سيريال، وشفنا في المذر بورد دي فيها واحد بس سيريال بورت اللي موجود عندي. طيب اللي ما فهمش يركز معايا هيفهم في المنظر التاني. الشكل ده اللي احنا بنسميه البارلل بورت. البارلل بورت هنلاحظ ان هو عباره عن ايه؟ في ميل صح؟ لذلك لو بصينا هنا اهوت اسمه ايه ده اهوت؟ اسمه الدي خط جميل بي 25. يبقى هنلاحظ ان الحجم بتاع السيريال بورت اخد بي، والحجم بتاع واحد اشكال السيري اسف الحجم بتاع البارل بورت اخد بي، والحجم بتاع السيريال بورت اخد بي، وهما الاثنين 25 بن. بس هنلاحظ ان الكونكتور بتاع السيريال ميل، اما الكونكتور بتاع البارل بورت فهو في ميل اللي موجود عندنا. فهنلاحظ فعلا ان هما الاثنين دي بي 25 وده دي بي 25، بس ده عباره عن ايه؟ عباره عن في ميل. فاذا لو دي بي 25 في ميل موجود عندي يبقى ده اللي احنا بنسميه البارلل بورت.
طب نجمع بقى المعلومتين مع بعض، يبقى دي بي 25. لو هو في مين؟ هيبقى البارل بورت او الكابل اللي بيركب فين؟ في السيريال بورت اللي موجود عندنا. هي دي التعريفه بتاعت الكتاب اللي جت عندي بالمنظر ده، ان الدي بي 25 اسم العام بتاعها، تمام، يا اما يكون بارل بورت يا اما كابل. هيركب فين؟ كابل في ميل هيركب في البارل بورت. طيب تعالوا نشوف هنا اهوت. عندي الجيم بورت او الميدي بورت اللي هو اللي بيبقى موجود في كارت الصوت اللي هو الشكل ده، تمام. الشكل ده هوت حجمه مختلف، فهنلاحظ ان اسمه هنا هوت الدي اي و15، يعني في 15، تمام، 15 ايه، 15 في ميل، 15 سوكت او 15 فتحه موجوده فيه. اخدين بالكم؟ طيب تعالوا نشوف ده، تمام. الدي اي 15، الدي اي 15 في ميل اللي موجود عندنا اللي هو الشكل ده، هنلاحظ ان هو 15. ده اللي هو بتاع مين؟ اللي شبه بتاع مين؟ بتاع الفيديو بورت اللي موجود عندي، اللي هو لو احنا شفنا الشكل ده هو وكان في الجهاز بتاعنا، يبقى ده اللي هوصل عليه كارت الشاشه بتاعي، ده اللي هوصل عليه كارت الكابل اللي جاي من المونيتور هيخش على هنا. لو شفت ده في اللابتوب، ده اللي احنا بنوصل عليه. لو احنا عندنا لابتوب وعايز اتفرج على شاشه كبيره هوصله عليه، او لو انا عندي لابتوب وعايز اشرح من خلال بروجيكتور او اللي هو عارض الشرائح او جهاز العارض الشرائح اللي هو بيعرض زي السينما كده على الحيطه، تمام، هوصل البورت ده هو بالكابل بتاع البروجيكتور عشان اقدر اشرح لناس اكتر على شاشه كبيره. دول كانوا دايما بيجوا في الامتحان، تقدر تفرق ازاي؟ هما طبعا ما كانوش ساعتها بيستعملوا الاي والاي، فكان عندي الدي 15 والدي 15 اللي موجودين عندنا. تقدر تفرق ازاي ما بين الجيم بورت وما بين الفيديو كارد؟ ودي اسئله من اسئله الامتحانات اللي موجوده، تمام. لو هم كانوا بيفترضوا الاول ان ده اسمه دي اي 15، هما الاثنين 15 وهما الاثنين في ميل، بس هتلاحظ ان كارت الشاشه 15 معمولين على ثلاث صفوف، اخدين بالكم؟ يعني خمسه في الاول، بعد كده خمسه تانيين، وبعد كده خمسه في الاخر، خمس ثلاثات، دول اللي هو مين؟ الفيديو بورت. اما الجيم بورت ال 15 اللي موجودين عندي موجودين عندي على صفين. خلي بالكم السؤال ده كان دايما بيتكرر وهم شايفين ان هو ايه من الحاجات اللي موجوده المهمه اللي موجوده عندي. طيب الكابل ده البورت اللي موجود في المذر بورد او في اللابتوب اللي هيركب فيه هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى شبهه بالظبط، يعني هيكون دي اي 15، مظبوط، بس هيبقى بدل ما هو في ميل عشان يركب جواه هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن ميل. يبقى ده الكونكتور اللي موجود فين؟ في المونيتور كيبل اللي موجود عندي هنا اهو. طيب تعالوا نشوف ده الدي اي 15. الدي اي 15 اللي هو احنا شفناه هنا اهوت اللي هو كان بتاع الجيم بورت، الجيم بورت كان في ميل، يبقى الكابل اللي هيركب جواه هيبقى اسمه دي اي 15 لان هما الاثنين نفس الحجم اللي هي الاي اللي موجوده عندي، و15 15 ايه بقى هنا؟ هيكون ميل عشان ان هما يتوصلوا مع بعض. يبقى بالمنظر ده كده انا بقدر ان انا اوصلهم مع بعض. يبقى احنا كده المفروض ان احنا فهمنا ان دي اكس ان، الاكس بتعبر عن حرف وهو بيحدد المساحه اللي موجوده بتاعه البورت اللي موجود عندي، وهنلاحظ ان الان اللي هي عدد البنز، عدد السنون او عدد الفتحات اللي موجوده. قلنا اللي فيه سنون هو الميل، واللي فيه فتحات بالمنظر ده اللي احنا بنطلق عليه اسم فيميل. يبقى انا كده عندي في الرسمه دي اقدر اقول ان ده بورت، صح، وده بورت، وده كيبل، ودول اللي هم مين؟ الكونكتورز اللي موجودين عندي اللي بيربطوا ما بين البورتس اللي موجوده عندك. طبعا السلك ده هو ممكن من جواه يكون فيه خطوط من النحاس اللي موجوده او من الالياف الضوئيه واللي احنا بنسميها الفايبر اوبتكس، ما علينا، المهم ان هو بيوصل ما بين جهازين مختلفين.
يبقى احنا كده خلصنا اول واحد اللي هو احنا بنطلق عليه اسم الدي شيب اللي موجود عندي. بس هنتكلم بقى يعني ايه سيريال يعني ايه بارل في النص التاني من المحاضرة، وهناخدهم بالتفصيل ان شاء الله المهم. ولكن الشكل ده عموما ايا كان استعماله تمام، فده اللي احنا بنطلق عليه اسم اللي هو ايه ده اللي هو دي بي 25. استعملوا السيريال، استعملوا جهاز تاني تمام، احنا بنسميه عموما الدي بي 25. طيب الار جي سيريوس اللي موجوده عندي، الار جي جايه من اختصار ريجستر جيت. انا عندي اتنين ار جي موجودين عندي هنا، هو بورت عندي الصغير ده وبيبقى دايما مرسوم جنبه التليفون، يبقى ده اللي هو اللي انا بركب فيه الفيشه بتاعه التليفون، يبقى ده عباره عن مين؟ عن المودم. يبقى هنا هو مودم. واذا وعندي هنا الفيشه اللي اكبر منها تمام، اللي احنا زي ما احنا شايفين كده عليها شكل النتورك تمام، دي اللي احنا بركب فيها برضو الجاك. ايه الفرق ما بين الجاك ده والجاك ده؟ الار جي اللي هو بتاع التليفون احنا بنسميه ار جي 11، اما الار جي 45 هو ده بتاع الشبكه. يبقى الار جي 11 بيستعمل في التليفونات اللي هو الصغير يا جماعه، ده اللي احنا بنسميه ار جي 11 اهو، اما الار جي 45 اللي هو بالمنظر ده. اما الار جي 45 تمام ده بيستعمل في النيتورك كيبلنج، توست بير دي هنفهمها بعد كده ان شاء الله. الار جي 11 اللي موجود عندي بيكون يقدر يشيل لحد 6 كابلات، بس احنا في التليفونين في التليفونات يا اما بنستعمل 2 يا اما بنستعمل 4. لو بصينا هنا على الكابل يقدر يشيل لحد 6 كابلات جواه. هنا اللي في المنظر اللي قدامي ده شايل كابلين بس يا جماعه تمام، كتليفون كعده تليفون كجهاز تليفون ممكن يشتغل باربع كابلات، ممكن يشتغل بكابلين في نظام امريكي ونظام بريطاني اللي موجود عندنا. ولكن لما اجي اتكلم على الكمبيوتر تمام، هتلاحظوا ان الكمبيوتر دايما بيشتغل بكابلين تمام، في الطرف اللي هيخش في الكمبيوتر بيشتغل بكابلين وهما الكابلين اللي في النص. ادي مثال على كده الفون جاك في النص فيه 2، وادي مثال على كده البورت اللي جوه في الجهاز بتاعي هتلاحظوا في سلكين هنا اهوت. انا كذا مره اروح عشان اوصل اجيب سلك للكمبيوتر بتاعي ما انتبهش للموضوع ده، فاجيب سلك جاهز بيكون فيه 4 وايرات اوصله ما يجيبش انترنت تمام. بعد كده ابص ايه ده، ده 4، انا ازاي جبت ده هو، اقوم رايح جايب كابلين تانيين عشان اطول خط التليفون واركبه في الكمبيوتر بتاعي. بالنسبه للنتورك يشيل النتورك يقدر يشيل لحد 8 وايرات موجودة عندنا. هنلاحظ برضو في الصورة دي هنا هو ان انا عندي ده بيقدر يشيل 8. انا مش هعد الاسلاك اللي جوه، هو هنا شغال باربعة، لو عديت الكونكتورز اللي موجودة هنا هو هتلاقوها 8، لو عديت الكونكتورز اللي بيخش فيها في البورت بتاعي بتاع النتورك كارد بورت اللي موجود عندي هلاحظ ان هم برضو 8 توصيلات. طيب يبقى احنا كده خلصنا اللي هي مين؟ الار جي جايه من اسم ريجستر جاك اللي موجوده عندنا. الاذر تايبس اللي موجوده وانا هنا مش هتكلم عنها بالتفصيل، انا هتفرج على صورها بس. عندي اول حاجه اليونيفرسال سيريال باس او اللي احنا بنطلق عليه اسم اليو اس بي. مفيش حاجه بقتش بتشتغل باليو اس بي، الاكسترنال هارد ديسك، الديجيتال كاميرا، ايه تاني، الفلاش ميموري، الكاميرا، الويب كاميرا، السكانر، البرينتر، كل شغلنا وكل حياتنا من خلال مين؟ اليو اس بي. طبعا شكل اليو اس بي بيكون بالمنظر دهوت، او لو شفناه على الشاشه الثانيه هنلاحظين ان هم دول اللي هم فتحات اليو اس بي اللي موجوده عندي. ايه هي المزايا بتاعت اليو اس بي؟ اول حاجه اليو اس بي سيريال تمام، فطبعا من السيريال الجديد اللي هو اسرع من البارل الموجود عندنا، فاذا بيديني فاستر سبيد. هنا اليو اس بي اللي موجوده عندي باي دايركشنال كوميونيكيشنز، يعني يقدر يبعت ويقدر ان هو يستقبل، يعني الداتا مش بتمشي في اتجاه واحد، الداتا مش بتمشي في اتجاه واحد تمام. يعني ايه دي؟ انا افهمها قدام شويه. باورد كونكشن، هل انا لما بجيب فلاش ميموري وبوصله باليو اس بي بوصله كابل كهرباء؟ لا،
طب الباور الفلاش ميموري دي مش محتاج كهرباء عشان تشتغل، بتاخدها من اليو اس بي، فاليو اس بي بيوفر باور لبعض الاجهزه اللي موجوده عندي، عشان كده بنسميه باورد كونكشن. تمام، اليو اس بي اقدر اشيله واحطه والجهاز شغال، مش كل المنافذ اللي موجوده عندي تسمح بكلام زي ده. تمام، اليو اس بي مجرد ما بحط الفلاش ميموري بتاعتي بيقول لي فاوند نيو هاردوير ويفتح لي الفلاش على طول. تمام، بيحس ان في حاجه ركبت فيه، مش كل المنافذ بتاعتي بتعمل الكلام ده. هوت اليو اس بي بورت، مش هقول بقى فتحه اليو اس بي، اليو اس بي بورت الواحده ممكن تشيل لي لحد 127 جهاز. يسأل انا لو عندي فتحتين، عندي اثنين بورت يقدروا يشيلوا 127 في 2، معرفش هيطلعوا كام اللي موجودين عندنا، من يعني 127 جهاز ثرو ا سنجل بورت، خلال فتحه واحده، خلال بورت واحد بس. ساعتها لازم يكون عندي حاجه اسمها الهاب او يو اس بي هاب اللي موجود عندي. تمام، هوريكم صورته في النص التاني. فاير واير، التطور بتاع اليو اس بي اللي موجود عندنا نفس الحكايه، اقدر اركب اي جهاز والكمبيوتر بتاعي شغال، مش لازم اعمل شت داون واركبه على طول. بيستعمل مع الاكسترنال هارد ديسك اللي موجود عندي، مع الهارد ديسك درايفز، مع الديجيتال كاميرا، مع الام بي 3. هنعرف في نص المحاضره التاني تمام اللي هو الفرق ما بينه وما بين اليو اس بي. هنلاحظ ان هو عندي الفاير واير شكله عامل ازاي، ودي كارت فاير واير موجود، لو انت ما عندكش فاير واير في جهازك تقدر تركبه من خلال كارت جوه. الانفراريد، الانفراريد طبعا اللي هي اول تكنولوجيا كانت موجوده عندنا في الكمبيوتر، اللي هي اللاسلكيه. تمام، اللي هي بتستعمل الكهرومغناطيسيه او الاشعاع الكهرومغناطيسي. زمان كنا بنجيب الموبايلات بتاعتنا كده ال 6110 على ما اظن، كنا نقعد نلعب سنيكس مع بعض. تمام، ولقينا بقى ان في ناس زادت في التفاهه بتاعتها، ان هم عملوا مسابقات بقى ومش عارف ايه وكده. هو طبعا العيب الانفراريد ان هم لازم يكونوا الجهازين قريبين من بعض، ولازم ان هم يكونوا في نفس المستوى، يعني على نفس الدرجه. يعني انا لو عندي الموبايل بتاعي كنت عامله كده والموبايل التاني تحتيه ما ينفعش، لازم هما الاثنين كانوا قدام بعض كده، فكنا بنحط بوز الموبايلات مع بعضها البعض، والمدى بتاعه كمان ما بيكونش كبير، والحد الاقصى بتاعه تمام اللي هو 4 ميجا بيتس بير سكند اللي موجوده عندي هنا. هو بوينت تو بوينت لازم يكونوا قدام بعض اللي موجودين عندنا. بنستعمله في ايه؟ ممكن نستعمله بالنسبه للكمبيوتر ان احنا ننقل بيه معلومات. زمان كنا بنمسك الموبايل اللي هو كان فيه الانفراريد، ونيجي عند برينتر اتش بي كان فيها برضو بورت بتاع انفراريد، ونقوم عاملين امر طباعه مثلا للكونتاكتس اللي موجوده عندنا فيه. بعض الكيبوردات والماوسات اللاسلكي بتستعمل الانفراريد. طبعا التطور بتاعهم اللي هو الاقصى تطور منهم اللي هو البلوتوث. تمام، بس خليني اشوف شكل الانفراريد عامل ازاي. بيكون ده شكل الانفراريد، ودي مثال على ممكن ده يكون كيبورد او ممكن يكون بي دي اي. بي دي اي اللي هو زي الموبايل كده اللي فيه قلم تقعد تخبط عليه كده، هو زي الاي ميت، زي ايه تاني غير الاي ميت، اتش تي سي. دول ممكن يكون الاتصال من خلال الانفراريد بالمنظر ده. هو البلوتوث هو احدث حاجه موجوده، المدى بتاعه بيكون اكبر، السرعه نقل البيانات بتاعته اكتر. مفيش جهاز ما شفناهوش بيتوصل غير ممكن يتوصل بالبلوتوث، الموبايل ممكن يتوصل بالبلوتوث، كل حاجه ممكن نعملها بالبلوتوث، يعني الاتصالات ما بين الاجهزه وما بينها وما بين بعض. بس برضه سرعه نقل البيانات بتاعتها مش لسه مش عاليه، ولكن احسن من اللي هي الانفراريد. البلوتوث ما بيكونش ليه شكل معين غير لو انت جبته اكسترنال، بيبقى عامل حاجه زي الفلاشه كده وطالع منها اريال. ده ارض الانواع اللي موجوده في السوق. في واحده ثانيه بتبقى صغيره كده، لسه جايب واحده النهارده، بصراحه جميله قوي، تحطها على درايفر ولا حاجه تمام، وتشتغل على طول معاك، وتبدا تبعت وتستقبل من خلال موبايل. ممكن نشوف الاوديو وفيديو جاك اللي احنا بنستعملهم لو احنا عايزين نوصل نوصل الكمبيوتر بتاعنا بتلفزيون ديجيتال، عايزين نوصله بفيديو، عايزين نوصله ب في سي ار، بدي في دي. تمام، دايما اللي هي بتاخد الجاكات اللي هي بتوصل بيها، اللي هي بتكون احنا بنسميها الار سي اي جاك اللي موجود عندي. الكيبورد والماوس، الكيبورد زي ما احنا شايفين هنا، هو الفتحه بتاعت الكيبورد والفتحه بتاعت الماوس.
دي اللي احنا بنسميها دي الصغيرة، وهي دي الشائعة اللي موجودة عندنا، دي اللي احنا بنسميها ال PS2 بورت اللي موجودة، أو بنسميها الميني أو DIN6. طبعا دول مهمين يا جماعة عشان الامتحان. تمام، دي الكبيرة اللي احنا بنسميها ال DIN5، عدد البورتس اللي موجودة فيها. البنز هتركب هنا عندي 5، ودي بتستعمل للتثبيت. هنا عندي 6 فتحات، ودول يستعملوا للتثبيت عشان ما يتحركوش مع بعضهم البعض. هنا عندي بقى حاجة تانية اللي احنا بنسميها السنترونكس. السنترونكس دي هي ملهاش وجود حاليا في واقعكم الحالي، الا لو في حد يعني بيستعمل حاجات قديمة. ممكن نلاقيها في البرينتر، ممكن نلاقيها في السكازي انترفيس اللي موجودة عندي. السنترونكس هي حاجة لا ميل ولا في ميل. يعني احنا خدنا المنظر ده اللي هو منظر الميل، وخدنا المنظر ده اللي هو منظر مين؟ الفي ميل اللي موجودة عندنا. السنترونكس زي ما انت كنت شايفها بالمنظر ده كده، تمام. السنترونكس دي هي كانت مشهورة جدا وقت البرينترز اللي بتشتغل بالتكنولوجي اللي احنا بنسميها البارالي. كان عندي بيركب تعالوا اسألكم كده سؤال، هو البورت اللي بيبقى موجود اللي بيركب فيه هنا هو في البرينتر البارالي كان كام؟ كام بن؟ كان 25، صح؟ عايزين نحفظ الحاجات دي تيجي في الامتحان. طب كان ميل ولا في ميل؟ البارل كان ميل ولا في ميل؟ كان في ميل. فإذا الطرف اللي هيركب هنا هيكون برضو 25 بس ميل. الطرف التاني بتاعه هيكون اللي هو السنترونكس اللي موجود عندي ده، هيكون بالشكل ده كده، وده الطرف اللي هيكون متثبت فين؟ في البرينتر بتاعتي. فإذا الكيبل بتاعنا تمام هيركب ده الكابل اللي هنا هيكون ده 25 ميل، ده هيتوصل في الكمبيوتر بتاعي في البي سي بتاعي، وده اللي هو نهاية الكابل اللي هيركب فين؟ في الجزء ده في البرينتر بتاعتنا. فالسنترونكس اللي موجودة عندنا تمام هي لا ميل ولا في ميل، لا ميل ولا في ميل، فهي حاجة شكلها بالمنظر دهوت تمام. السنترونكس نزلوا منها شكل تاني موجود، مش موجود في السلايدز، نزلوا منها شكل تاني الميني تمام، يعني نفس الشكل ده بس على صغير تمام، وده كان بيستعمل مع البرينتر اتش بي 1100. اتش بي حبت تعمل كده، قالت لك ايه انا اخليهم ليه يشتروا كابلات من السوق من مصانع تانية، انا هعمل لهم نفس الكابل، يعني في برضه 25 ميل من الطرف ده، بس الطرف التاني هديهم شكل مش متعرف عليه في السوق عشان يشتروا الكابل من عندي كمان. دلوقتي هنتكلم بقى على الـ Common Peripheral Interfaces and the Cables. هنتكلم بقى هنا بالتفصيل يعني ايه سيريال، يعني ايه بارلل، المدى بتاعهم قد ايه، سرعتهم قد ايه اللي موجودة عندنا، واشكالهم قد ايه برضه. هناك كنا بس بنشوف المسميات بتاعتهم عاملة ازاي، هنا هنتكلم بالتفصيل عنهم اكتر. انترفيس هي الميثود او الطريقه اللي انا بوصل بيها حاجتين مع بعضهم البعض. طب لما بقول بريفرال انترفيس، بريفرالز اللي هي خارجي الانترفيس، ايه هي طريقه التوصيل ما بينهم وما بين بعض تمام، وايه هي المواصفات بتاعه التوصيل اللي موجوده عندنا، المواصفات بتاعه الكابلنج، المواصفات بتاعه الكونكتورز، البورت تايب شكله عامل ازاي، السبيد، يعني هتكلم بالتفصيل عن الحاجات دي. تعالوا نبدأ نتكلم بالبارل بورت. البارل احنا اتكلمنا عليها، طبعا هي زمان كانت التقدم وكانت احسن من السيريال، ان انا هقدر ابعت اكتر من بت في نفس الوقت اللي موجود عندي، وشبهوها بشارع فيه 8 حارات، وقلنا ال 8 دي جايه عشان ايه، ان هو الكابل واحد هيتبعت فيه بت، فانا ببعت 8 عشان اقيسها بالبايت اللي موجود عندنا. فقلنا ان هي الاسرع اللي موجوده عندي هنا اهو، وكانت دايما بتستعمل زمان، حاليا تكاد تكون لا تستعمل خالص. البارل اللي موجود عندي ان هو ليها 3 انواع، ليها ستاندر، ليها باي دايركشنال، وليها اللي هي انهانسد بورت بارل بورتس الاي بي بي، تنقسم للاي بي بي والاي سي بي. تعال نشوف اول ما طلعت اول ستاندر موجود عندي بتاع البارل بورت. اول ما البارل بورت طلعت خالص كانت بتشتغل بمود احنا بنسميه الستاندر بارل بورت، ده كان بيستعمل مع البرينتر، ده كانت المعلومات بتروح بس في اتجاه واحد تمام، يعني لو ده البي سي
تمام. ودي عندي البرينتر، بفرض ان دي عندي البرينتر اللي موجوده، يبقى المعلومات بتاعتي هتمشي في اتجاه واحد بس، فيبقى الستاندرد بارل بورت اللي موجود عندنا ترانسميت الداتا اوت اوف كمبيوتر، ما بيستقبلش، هو بيبعت بس، الكابل ماشي في اتجاه واحد بس. طب هو البرينتر محتاجه ان انا يعني الكابل يكون رايح جاي؟ انت لما بتطبع بتبعت معلومات البرينتر، بس لما البرينتر بتقولك انا ما فيهاش ورق ولا الحبر بتاعي خلص، مش معنى كده ان المعلومات كانت بتبعت بالمنظر التاني. ده كان مثال عليه البرينترز القديمه المزعجه اللي اسمها الدوت ماتريكس، اللي هي تقعد تزن كده، هو بتشوفوها لحد دلوقتي بيستعملوها، تمام. انا خدها طبعا شرحها وتفصيلها في البرينتر، صوت عالي جدا ومقرفه جدا. كانت البرينتر دي عامله زي القطر، تمام، تبعت المعلومات اللي فيها، سواء فيها ورق ما فيهاش ورق هي شغاله بتطبع، تمام، قطر ماشي، سواء الورق اتحشر ما اتحشرش مفيش حاجه بتوقفها، ميكانيكا فيها قويه والبرينتر شغاله على طول ما تفرقش معايا. في الستاندرد بارل ريبورتس اللي موجود عندي دهوت كانت السرعه بتاعتنا 150 كيلو بايتس بير سكند، طبعا سرعه قليله جدا، تمام، وكانت تقدر تبعت بحد اقصى 10 فيت الموجوده عندي، يعني المسافه بتاعت الكابل ما تزيدش عن المسافه دي. طوروا المود دهوت وسموه اللي هو الباي دايركشنال بارل ريبورتس اللي موجود عندنا، نفس البورت نفس شكله كل حاجه، ولكن لما بيشتغل على المود دهوت ايه اللي بيحصل؟ يقدر يبعت ويرسل في نفس الداتا من خلال نفس الكيبل الموجود عندي، يبقى it can post transmit and receive الداتا. ده والله ده تقدم حلو، تمام. طب ايه اللي بعديه بعد كده هو كمان؟ لا ده بقاش بيستعمل بس مع البرينترز، ده بقى كمان بيستعمل مع مين؟ مع السي دي روم، مع الزيب درايف والجاز درايف والتاب درايف، دي كلها انواع من انواع ناخد النسخ الاحتياطيه بتاعت البرامج اللي موجود عندي خارج بره الكمبيوتر بتاعي، لان طبعا هنا هوت بالمنظر ده هوت بقت بتبعت في الاتجاهين، تمام، فاقدر ادي واقدر اخد، تمام. هنلاحظ ان هي كمان السرعه بتاعتها زادت اللي موجوده عندنا، وهنلاحظ كمان ان هي بقت بتسبورت عدد اكتر من ديفايسز غير البرينتر بس اللي موجوده عندي. وعشان الكلام ده كله كان ليها برضو كابل مخصص بيركب في نفس البورت، بس كابل مخصص ليها ان هو عشان يقدر ان هو يشتغل ويعمل الكوميونيكيشن اللي موجوده عندي دي. طيب الانهانسد بارل بورتس، تمام، او اللي احنا بنسميها الاي تريبل اي 1248. الاي تريبل اي دي هي هيئه امريكيه موجوده عندنا بتاعت مهندسين، كل ما يطلعوا حاجه بيطلعوا حاجه اسمها ستاندرد، فالستاندرد ده بيدوا له اسم، فهنا الاسم بتاع الانهانسد بارل بورت ده بقى اللي ايه اللي هو اخر مود موجود عندي او اخر تطور للبارل بورت اللي موجود عندنا. زودنا السرعه قوي، خلى جريتر داتا ترانسفير سبيد، تمام، يعني بقى السرعه اللي موجوده عندي اكتر هنا هو من خلال الباور البارل بورت، وخلاني برضو عندي سرعه وصول للميموري، ودي هشرحها فيها. بعد كده هوت البورتس ار باكورد كومباتيبلتي وذ ذا ستاندرد اند باي دايركشنال بورتس اند سبورت كيبل لينس. هنلاحظ ان هوت الكيبل لينس وصل 4.5 متر او 15 متر. البورتس ده هوت اللي موجود عندنا بتاع الانهانسد بارل بورت بيقدر يسبورت السرعه العاليه، وبرده في نفس الوقت يقدر يشتغل كستاندر او باي دايركشنال بورت، يعني في باكورد كومباتيبلتي، هتحط فيه جهاز سريع هيشتغل، هتحط فيه جهاز اللي هو اقدم منه شويه هيشتغل بسرعه، هتحط جهاز اللي هو كان بيعتمد على الستاندرد خالص هيشتغل، دي اللي احنا بنسميها باكورد كومباتيبلتي مع الناس القديمه اللي موجوده عندنا. الانهانسد بارل بورت اتقسم لحاجتين، حاجه سميناها الاي بي بي وحاجه سميناها الاي سي بي اللي موجوده عندنا. الاي بي بي جايه من انهانسد بارل بورت، الاي سي بي جايه من انهانسد كابابيلتيز بورت اللي موجوده هنا. طيب هنا انكريز الباي دايركشنال، يعني زود الباي دايركشنال سرعه الارسال والاستقبال، ان هو بيقدر يبعت ويستقبل في نفس الوقت، بدل ما كانت 150 كيلو بايت بير سكند تراوحت ما بين 600 كيلو بايت بير سكند الى 1.5 ميجا بايت بير سكند، فاذا زود السرعه تقريبا 10 اضعاف، تمام. ففي الاي بي بي كان زود السرعه دي، في الاي سي بي
تمام. السرعة وصلت بدل بواحد ونص ميجا بايت وصلت لكام؟ لاتنين ميجا بايت بير سكند اللي موجودة هنا اهو. وصلت ازاي بكده؟ ان هي استعملت تكنولوجي احنا بنسميها الدي ام اي. الدي ام اي اللي موجودة عندي حاجة اختصار دايركت ميموري اكسس. هو انا عشان انا كمثلا برينتر عايز ابعت الشغل بتاعي للرام، لازم اعدي عند البروسيسور. طب لو البروسيسور عنده زحمة هقف في الزحمة دي تمام لحد ما اوصل لغرضي، ان انا اوصل لمين؟ للميموري اللي موجودة عندنا. دايركت ميموري اكسس يعني ايه؟ يعني البرينتر كده ايه هتطنش البروسيسور، هتعمل باي باس للبروسيسور وتوصل للميموري بتاعتها. كده البرينتر هتبقى سريعه لانها مش هتستنى الدور بتاعها على البروسيسور، والبرينتر كمان هتبقى لطيفه لان هي ايه شالت عبء من على البروسيسور اللي موجود عندي. هنتكلم احنا ان شاء الله بالتفصيل عن دي ام اي، دي فكره مبسطه جدا عنها. اذا هنا هو طبعا لازم يكون عندي برضو الكابل بتاعي اللي هوصله بالبورت ده هوت اللي هو الاي سي بي او الاي بي بي اللي موجود عندنا تمام. آه لازم برضو ان هو بيسبورت ليه كابل خاص وبيسبورت الدايركشنال اند سبيد، يعني في كابل خاص بالاي بي بي والاي سي بي. اللي انا عايز اقوله تمام، طبعا انا خدت كده الثلاث انواع اللي موجودين في البارل بورت. الثلاث انواع دول تمام، هي البارل بورت زي ما احنا شفناه بالظبط كده اللي هو دي الشيب اللي موجود عندي. البارلل تمام اللي هو كان 25 في ميل موجودين عندنا. البورت ما اتغيرش. المودس دي انا بغيرها منين؟ بغيرها من خلال السيت اب بتاع المذر بورد. لو شفنا في المذر بورد دي اللي هي الامي بايوس، هنلاحظ عندي هنا اهوت لو دخلت على الادفانسد فيها تمام، هلاحظ عندي البارلل بورت هنا اهوت انت عايزه المود بتاعه ايه. هنا في المذر بورد مختارينه اي سي بي اللي موجود عندي، يبقى اذا انا بغير المودس دي. اما كفيزيكال كهاردوير لا، البارل بورت 25 في ميل تمام، ولكن التحكم هشغل انهي مود عليه تمام هو بشغله من خلال البايوس بتاع المذر بورد زي ما احنا شايفين ان هو اللي بيخزن معلومات طبعا كلها في السيوس. الكلام ده كنا بنستعمله زمان تمام، الناس اللي فاهمه لما تروح عندك مشكله في البرينتر تمام، الدرايفر سليم، الكابل سليم، كل حاجه سليمه، فكانت اخر حاجه بنلجأ لها دي هي. برضو البارل بورت ليه اسم تاني بيطلق عليه اسم اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم ال تي بي تمام. لما احنا بنقول لك عندك ال تي بي 1 وال تي بي 2 اللي موجود، فدي كلها بتكون بورتس بارل بورت اللي موجود عندي. ودي سؤال برضو في الامتحان. لو بصينا على البايوس التاني اللي موجود عندنا هنا اللي هو الاورد، هلاحظ برضو عندي في سيتنج خاصه بالبارل بورت اللي احنا بنتكلم عليها، البارل بورت مود، انت هتشغله على انهي مود اللي انت عايزه. الحاجات دي دايما يا جماعه احنا بنسيبها ستاندرد زي ما بتكون جايه في المذر بورد، الا لو انت طلب منك ان الجهاز اللي هتوصله بالبارل بورت ان هو يكون ليه اعدادات خاصه، فساعتها بتخش على السيموس وبتغير الاعدادات الخاصه اللي موجوده فيها منها. طيب تعالوا كده نشوف البارل بورت ممكن يبقى شكل الكيبل بتاعه عامل ازاي. هو ده البارل بورت اللي موجود عندي صح؟ طيب ليه كابلين؟ الكابل اللي هيركب هنا لازم هيكون ميل ولازم هيكون بي تمام. خلينا نفتكر اسم ده، ده كان اسمه دي بي 25 وهيكون في ميل. اذا الكابل ده الطرف بتاعه اللي هو دي بي 25 ميل كونكتور هيركب هنا. طيب والطرف التاني هيكون عامل ازاي؟ ممكن يكون دي بي 25 ميل كونكتور. يبقى هيوصل فين؟ هيوصل ما بين جهازين، ممكن يكون الكابل هما الاثنين ميل. طيب بالنسبة للكابل التاني اللي احنا ممكن نشوفه تمام، هنلاحظ ان هوت ان انا الدي بي 25 ميل هو ده اللي هيركب في الكمبيوتر بتاعي تمام. ممكن يكون الطرف التاني بتاعي اللي هو مين؟ سنترونكس 36 كونفجريشن، ده اللي احنا قلنا بيركب فين ده هوت، ده اللي هو هيركب في البرينتر، كابل البرينتر الطبيعي يكون في سنترونكس واحفظه 36. على فكره بقى العمليه مش صعبه، ايه الارقام اللي احنا لازم نحفظها؟
تسعة صح؟ دي اللي هي اللي احنا قلنا السيريال بورت الصغير. وعندنا 25، 25 اللي هي مين؟ البارل بورت والسيريال بورت اللي موجود عندنا. عندنا 15 اللي هم مين؟ اللي هي الديسبلاي كارد والجيم بورت. وعندنا 36 اللي هي مين؟ اللي هي السنترونكس، ومفيش حاجة عندي غيرها 36. فهنقدر ان احنا نحفظهم دول، لو حفظناهم وعرفنا ان السيريال دايما ميل والبارل دايما في ميل، انا كده خلصت خلاص، كده العملية مش صعبة. جوه الكابل ده هوت، في الكابل بتاع البارل هنلاقي ان هو فيه 8 وايرات او 8 وايرز موجودين عندي، بيبعتوا 8 بت في المرة الواحدة، تمام؟ بس بتتكرر كل قد ايه، بتفرق من اختيار لاختيار. البارل بورت ممكن ان احنا ننقل من خلاله الداتا اللي موجوده، تمام؟ يعني كنا ممكن نوصل، زمان ما كانش فيه اكسترنال سي دي يو اس بي، فكان الاكسترنال سي دي ممكن يكون البارل بورت. هنا ده زي اللي انا بقول لكم عليه، السنترونكس اللي احنا عارفينه اللي هو ال 36 بن اللي موجود عندي هنا اهوت، تمام؟ ولكن اتش في عملت شكل من الاشكال الجديده اللي هي الميني سنترونكس برضو، بس صغير كده هو، وكان ده مع البرينتر بتاعتها اللي هي ال اتش بي 1100. انا بلاحظ حاجه في منتجات اتش بي كده هو، خلينا نطلع بره الموضوع شويه، ان منتجات اتش بي كل ما بتطلع كل ما بتحسوا بالتخلف بتاعها بيزيد، تمام؟ يعني زمان كان اول ما الموديل اللي انا عاصرته يعني كان اللي هو اللي كان ماسك السوق كان اسمه 6L، اللي موجود ال 6L ده هو كان الكل بيدور على ال 5L. ال 6L لما طلعوه كان بياخد ورق صغير، اما ال 5L كان بياخد درج كبير من الورق. بعد 6L نزلوا 1100، تمام؟ الكل قال لك يا فين ايام ال 6L، تمام؟ بعد ال 1100 اخر حاجه 1350، تمام؟ ودي انا اشتريتها كانت غاليه قوي. بعد كده مفيش شويه لقينا ال اتش بي نزلت 2050 او 2150، مش فاكر بالظبط الرقم، اللي هي احدث حاجه، تمام؟ احدث حاجه في البرنتر ليزر الصغيره. فدي انا كنت شاريها تقريبا ب 1450 ريال. لما دي نزلت اللي هي ال 2050 لقيتها نازله ب 850 ريال، قلت بس انا كده اتضربت على قفايا، ودي الموديل احدث، ودي بتدي تقريبا 20 ورقه او 30 ورقه في الدقيقه، دي بتدي 18 ورقه في الدقيقه بس. بس عرفت الفرق ده جاي من ايه؟ اول حاجه دي فعلا الميكانيكا بتاعتها ما بتعطلش، شغاله كويس جدا، اللي هي 1350 1320 1320 1320 الميكانيكا بتاعتها ما بتعطلش، اما دي ما شاء الله يعني الاعطال بتاعتها اكتر من شغلها، تمام؟ الدرايفر بتاع دي كان خفيف جدا وما فيهوش مشاكل، الدرايفر بتاع دي فيه مشاكل في دهية. البرينتر دي فيها ان هي بتكتب على الورقه وش وظهر، تمام؟ اوتوماتيكيا هي بتكتب على وش وظهر مانيوال، يعني هنا انا احط لها الورق وانساها اقول لها اكتبي على وش وظهر، اما هنا لا، حضرتك لازم تقلب لها الورق بتاعها. فلقيت ان الموديل القديم اللي موجود ده هو رغم كان سعره اغلى فعلا، بس فيه مواصفات احسن من الموديل الجديد اللي موجود عندي. طبعا كلهم بيستعملوا يو اس بي، فمحدش بيبص خالص على البارل بورت اللي موجود عندنا. طيب نيجي لقمه التخلف، تمام؟ السيريال بورت، السيريال بورت زي ما احنا قلنا عندنا اللي هو الدي اي 9 ميل صح، والدي بي 25 ميل اللي موجود عندنا. سرعته اقل حاجه لان هو طبعا كان بدايه السيريال اللي موجود عندي 57 كيلو بيتس بير سكند. يا جماعه خلي بالكم من حاجه، لو كتبت كده كي دي صغيره بيتس بير سكند يبقى 57 كيلو بيتس بير سكند، لو كتبت كده اهوت 57 بي اس يعني بس البي كابيتال هنا، يبقى انا كاتب 57 كيلو بايت بير سكند. خدوا بالكم من دي، طبعا السرعه بتختلف جدا لما تقول بيتس وبايتس، لما تيجي تحسبها نفس الحكايه ميجا بايتس او ميجا بيتس، تفرق فرق شنيع طبعا، والوحدات احنا درسناها مع بعض. حجم الكيبل بتاعها كان بيوصل طويل لحد 50 فيت. دي تكنولوجيا متخلفه حضرتك بتقول لنا عليها، تمام؟ بتشرح حالنا ليه؟ سبحان الله السيريال دوت احنا بنستعمله في حياتنا هنا اهوت، يعني انا مريت بيه بتجربتين موجودين فيه. التجربه الاولانيه عشان اشغل سيسكو راوترز او اشغل السويتشات، تمام؟ كنت لازم نستعمل احنا نستعمل سيريال، تمام؟ متخلف وكل حاجه، بس مع الاجهزه دي هي لازم نستعمل سيريال معاها. الحاجه الثانيه اللي ممكن تستعملوها انتم معاها برضو مع الاجهزه دي هي الاجهزه بتاعت الدفع الالكتروني،
لما تبدأ تروح مثلا عند اي مكان تشتري بيه منه بالكريدت كارد بتاعك، مش بيمرر الكريدت كارد في جهاز كده هو الاجهزه دي كلها معظم او معظمها شغال سيريال الى وقتنا هذا، تمام؟ كله شغال سيريال، فالسيريال لازم ناخد برضو عنه معلومات. السيريال ليه كابلين، ليه ستاندر سيريال كيبل اللي موجود عندنا، تمام؟ الستاندر سيريال كيبل احنا كنا زمان بنركبه هنا اهوت ويركب في نهايته. انا ما حضرتش البرينتر دي طبعا كانت ايه اقدم مني يعني، بس كنا بنركب هنا اهوت المودم الاكسترنال، تمام؟ فاحنا ممكن نركب فيه برينتر ونركب فيه اللي هو ال قول معايا بسم الله الرحمن الرحيم، او نركب فيه المودم الخارجي. فاذا المودم سيريال، تمام؟ والبرينترز اللي هي اللي انا ما حضرتهاش بصراحه، بس كان في برينترز سيريالز موجوده عندي، تمام؟ طيب شكل الكابل بتاعه ما يهمنيش ان انا يتصمم ازاي اللي موجود عندنا، تمام؟ ولكن بس هنلاحظ ان هنا ايه، ان انا عندي 2 متوصله مع 3 و3 متوصله مع 2 اللي موجودين عندي. دي ملاحظه عايز اخدها في كل الكابلات السيريال اللي موجوده عندي، 2 متوصله مع 3 و3 متوصله مع 2. فاذا الكابل بتاعه بتاع ال كان عندي نوعين من الكابلات المشهورين في السيريال، اللي هو ستاندر سيريال كيبل اللي موجود عندنا، واحد اللي هو كان الستاندر ده كان بيوصل المودم مع البرينتر مع الكمبيوتر اللي موجود عندنا. وكان عندنا كابل جميل جدا اسمه النال مودم سيريال كيبل. النال مودم سيريال كيبل ده هو يعني اللي كان بيستعمله كان عنده ياخد عذاب رهيب. انا عندي الكمبيوتر بتاعي في سيريال، تمام؟ وعندي الكمبيوتر التاني بتاعي في سيريال، بجيب النال مودم ده هوت واوصله لي هنا. ده الكابل اللي انا بتكلم عليه، هوصل الكمبيوترين دول من خلال السيريال، سيريال بورت هنا وسيريال بورت هنا. الكابل اللي بيربط ما بينهم ده اللي احنا بنسميه النال مودم كيبل اللي موجود عندنا. طبعا النال مودم كيبل اللي موجود ليه الاثنين والثلاثه معكوسين مع بعض؟ لو افترضت ان الاثنين بيعمل سند، تمام، والثلاثه بيعمل ريسيف اللي موجود عندي، فالسند ده المفروض لما يمشي في الكابل يستقبله مين؟ في الناحيه الثانيه ريسيف، صح؟ ويستقبله في الناحيه دي سند، تمام؟ ولكن عشان هما البورتين زي بعض بالظبط، هما قال لك ايه؟ احنا هنقلب الكابلات، الطرف اللي هيكون في الطرف ده هو اللي على اليمين مثلا 2، تمام؟ هخليه يتوصل مع مين؟ مع الثلاثه، بحيث ان يبقى لو ده سند وده ريسيف، يبقى الاثنين هنا اهوت هيتوصل مع مين؟ مع الاثنين مع الثلاثه الناحيه الثانيه اللي هي المفروض ان هي مصممه على ايه؟ المفروض ان هي تبقى ريسيف. والاثنين الناحيه الثانيه احنا عرفنا ان الاثنين دايما سند، هتتوصل مع مين؟ مع الثلاثه اللي هي ريسيف اللي موجوده عندنا. هنلاحظ ان النال مودم كيبل كان بيستعمل الدي بي 9 في ميل والدي بي 9 في ميل. حد عايز ترجمه للكلام ده؟ مش احنا قلنا ان الكمبيوترين فيهم ستاندر دي اي 9 ميل، يبقى هنا عندي ميل وعندي هنا ميل، يبقى الكابلات اللي هتربط ما بينهم هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى هنا في ميل وهنا في ميل. نفس الحكايه هنا اهوت، الستاندر سيريال كيبل اللي موجود عندنا كان دي بي 25، ودي من ناحيه الايه؟ السلك اللي هو رايح للجهاز، اما من ناحيتي انا اللي هي دي بي 9 في ميل، يبقى دي بي 9 هنا هيركب في ميل وهتروح الناحيه الثانيه هنا 9، وهتروح للبرنتر الناحيه الثانيه اللي هي 25. فده اللي هو الستاندر سيريال كيبل، كان طرف دي بي 9 في ميل وطرف دي بي 25 ميل. اما بالنسبه للنال مودم هو دي بي 9 في ميل مع دي بي 9 في ميل. هم هنا سموه نال مودم، يعني ايه؟ احنا كده عشان نربطهم ما بين جهازين لازم نربطهم بمودم، فهنا انا ايه؟ ما عنديش مودم، اما نال مودم سيريال كيبل. هنلاحظ ان هو الكيبلز اللي كانت موجوده هنا اهوت، هنلاحظ ان النال مودم كيبل كان عندي كيبل يربط ما بين الدي اي 9 في ميل مع دي اي 9 في ميل، ده كابل. وعندي نال مودم مره ثانيه الدي بي 25 في ميل والدي بي 25 في ميل، ده كابل. هو انت قلت لنا ان السيريال ليه طرفين، ليه واحد 29 واحد ليه واحد 9 وليه واحد 25، انت كل شرحك على ده؟ لا، كان في بقى كابل بقى لو عايز تربط ما بين، لو جهازك فيه 25 والجهاز الثاني فيه 25 كنت هتستعمل مين؟ الدي بي 25 في ميل مع الدي بي 25
وعشرين في ميل. طب مع المودم كنا بنستعمل مع ايه؟ يا اما تستعمل 9 في ميل مع 25 دي ناحية المودم ودي ناحية البي سي، يا اما تستعمل 9 مع 9 ناحية المودم، يعني المودم برضو كان فيه يا اما 9 يا اما 25 اللي موجود عندي هنا. هو الدي بي 25 في ميل مع الدي بي 25 في ميل، يعني الطرفين 25، الكابل فيه الطرفين بتوعه 25، واحد في ميل وواحد ميل. طب يا ترى مين اللي هيركب في الكمبيوتر بتاعي؟ ها مش هقول، فكروا. السيريال في الكمبيوتر بتاعنا عبارة عن ميل، يبقى هيركب ده في ميل، تمام، والطرف التاني هو اللي هيكون ميل، إذا الجهاز اللي هيركب فيه اللي هو هيكون في ميل. يا رب يكون الكلام ده هو، يعني احنا عدت وزدته كتير، يا رب ما يكونش عمل لخبطة ويكون مفهوم. من المواقف المضحكة في هذا الموضوع كان ساعتها كنت مدير صيانة، وكلمتنا واحدة عندها شركة سياحة عندها لابتوب، واللابتوب طبعا ما كانش فيه ساعتها السي دي، تمام، فقالت عايزة انزل اوفيس 97، تمام، فقلنا لها طيب ماشي بس احنا ما عندناش سي دي، قالت كان عندي سي دي اكسترنال سيريال، قلنا لها طيب ماشي، فراح بعت موظف بعته الساعة 10 الصبح، لقيت الراجل تمام غاب، ولقيته داخل المغرب الشركة، فبقول له انت كنت فين؟ ده كل ده بتنزل اوفيس، تمام، قال ده السي دي بتاعها سيريال، تمام، ساعتها سكت كده، تمام، وكنت شاكك ان هو بيضحك عليا، بس طبعا لما تعرف الارقام بتاعتها هتلاقي طبعا ان هو السيريال مع السرعه بتاعته، كان ساعتها مش فاكر طبعا الاوفيس 97 كان كام ميجا، بس هي كان 375 ميجا 380 ميجا حاجه كده يعني، فلما يقعد يبعت بالسرعه بتاعته الجميله 57 كيلو بايت بير سكند، يعني كويس ان الراجل ده ما باتش عندهم هناك، وكان مظلوم ما كانش مزوغ ولا حاجه زي ما انا كنت فاكر. هنتكلم عن اليونيفرسال سيريال باس او اليو اس بي، هنتكلم بقى تكنيكال بقى عن المعلومات بتاعته. اليو اس بي يا جماعه في ثلاث فيرجنات منه، ثلاث اصدارات منه، في عندي يو اس بي 1.1، الحاجات دي كلها سنة امتحان، السرعه بتاعته 12 ميجا بت بير سكند، وعندي يو اس بي 2 السرعه بتاعته القصوى 480 ميجا بت بير سكند، وعندي السوبر سبيد او اللي احنا بنسميه اليو اس بي 3 لسه ما انتشرش، هو نزل بس لسه ما انتشرش، السرعه بتاعته 5 جيجا بتس سبيد. اليو اس بي 1.1 هو اقلهم، السرعه بتاعته 12 ميجا بتس بير سكند اللي موجوده عندي. بعد كده نزلوا اليو اس بي 2 وشفنا سرعته عامله ازاي. اليو اس بي 3 اللي موجود عندنا سرعه اليو هو عباره عن اكتر من 10 اضعاف السرعه بتاعه اليو اس بي 2، يعني لو حطينا صفر هنا 4800 هو اكتر من 10 اضعاف اللي موجود عندنا. اليو اس بي 2 بنسميه دايما الهاي سبيد، تمام. اليو اس بي 3 الاسم التجاري بتاعه اللي هو السوبر سبيد. شكل العلامة التجارية بتاعت الـ USB اللي هي الشكل ده، لما تروح تشتري أي جهاز USB لو عليه المنظر ده تبعد بعيد عنه على طول، ده اللي هو USB 1.1. الـ High Speed اللي هو الـ 2، تمام؟ لو كانت اللي اشتريت كاميرا أو كده وعليها اللوجو ده، تمام، يبقى ده USB 2. لو عليها اللوجو ده هو اللي هو مين؟ الـ USB 3 اللي موجود عندنا. طب لما تيجي تشوف المذر بورد، يا ترى المذر بورد بتاعتي هي اليو اس بي اللي فيها ده 1 ولا 2 ولا 3، تمام، الايكون دي لو شفتها على المذر بورد تعرف ان المذر بورد بتاعتك ايه، نص كم دي فيها 1.1. طب لو لقيت علامه الزائد الزياده دي، الله دي مذر بورد حلوه فيها اليو اس بي 2 اللي موجود عندنا، تمام. لو لقيت بقى المنظر ده هوت الايقونه ده هيت موجوده عندي على المذر بورد بتاعتي، المذر بورد بتاعتي سوبر دي سبورت يو اس بي 3 اللي موجود عندنا. يو اس بي 2 ممكن تركب فيها 1، ممكن تركب فيها 1.1، او ممكن تركب فيها 2، يعني في كومباتيبلتي ما بين الاثنين. اليو اس بي 3 لسه ما شفتوش، تمام، ولا حتى نزلت معلومات كافيه عنه، ولكن شكل البورت مختلف. بصوا هنا شكلها عامل ازاي، ده البورت بتاع اللي هو يو اس بي 3 وده اللي هو يو اس بي 2،
فما اقدرش اجزم ان هو يعني هل هيشتغل ومش هيشتغل، بس البورت شكله مختلف تماما، تمام، فما اقدرش اجزم ان هو هيشتغل ولا مش هيشتغل. طبعا اليو اس بي كل معظم حاجاتنا كلها بتشتغل باليو اس بي، ما كانش كلها يعني، تمام. اليو اس بي الكيبل بتاعه، الطرف اللي بيخش في الكمبيوتر دهوت، ده اللي احنا بنسميه التايب ايه، يبقى ده اللي بيخش في الكمبيوتر عندي، ده اللي بيخش في ظهر الجهاز. طب الطرف التاني من السلك ممكن يكون واحد من الثلاثة دول، تمام، ممكن يكون اللي هو تايب بي اللي هو دي، تمام. هنا الستاندرد ميني بي اللي هو ده، هما ماشيين بالترتيب، وده اللي هو الشكل التالت بتاعهم الالترنيت ميني بي اللي موجود عندنا. فاذا دي الوصله اللي هتكون في الكمبيوتر عندي، دي الوصلات اللي بتتوصل على حسب الجهاز. يعني مثلا انا عندي هنا اهوت في الهارد ديسك بتاعي، تمام، اللي هو الخارجي، وستن ديجيتال استغلت الوصله دي عشان تتوصل بيها، هنا بوصله بالكمبيوتر وهنا بيخش في الاكسترنال هارد ديسك بتاعي. اشتريت النهارده يو اس بي هاب، تمام، فاسمه ده هو، لقيت ان الوصله بتاعته اللي هي دي اللي هي الترنيت ميني بي، ما تفرقش معايا ان هو كابله بيجي معايا وبيركب فيها. ايه هو اليو اس بي هاب؟ تمام، اليو اس بي هاب هو احنا قلنا ان اليو اس بي بتاعنا، تمام، البورت الواحد بياخد 127 جهاز، مظبوط. طيب ازاي بقى يتوصلوا؟ ان انا هجيب يو اس بي هاب، هركب السلك اللي طالع منه ده في اليو اس بي بورت اللي عندي، هيبقى ساعتها كده الفتحه الواحده ممكن تشغل اربع يو اس بي في نفس الوقت اللي موجود عندنا، وكل ما تحط يو اس بي هاب كل ما تقدر تشغل عدد من الاجهزه اكتر في اللي موجوده هنا. طبعا من الحاجات اللي تخلي بالكم لما تيجي تشتري يو اس بي هاب، لو تقدر تشتري الباورد يو اس بي هاب، يعني بيكون جاي معاه كابل كهرباء، ده بيكون يو اس بي احسن، انك لما تشغل عدد اجهزه اكتر على اليو اس بي بورت اللي موجود عندك، اليو اس بي هاب اسف، وكلهم بياخدوا باور من المذر بورد، ممكن الباور بتاع المذر بورد اللي ما يكونش كافي لتشغيل كل الاجهزه دي. اما لما يكون اليو اس بي هاب ليه اكسترنال باور ملوش دعوه بالمذر بورد اللي موجود، هتبقى كفاءته احسن وهيشغل لك فعلا الكم الكامل بتاعه من غير اي مشاكل. التطور الطبيعي بتاع اليو اس بي حاجه اللي احنا بنسميها الفاير واير، او اللي احنا بيطلق عليها اسم اي دوت لينك او الاي لينك، التطور بتاع الفاير واير. الفاير واير هنلاحظ ان هو في منه تو فيرجن، الفيرجن الاولاني اي تريبل اي طلعت له ستاندر 1394 اي، او بيطلق عليه فاير واير 400. الفيرجن الثاني منه الاي تريبل اي 1394 بي، تمام. الاسئله دي كلها سنه امتحان، والفاير واير بتاعي 800، تمام. هنلاحظ ان الفرق ما بين اليو اس بي والفاير واير اللي موجود عندنا، اللي هناك اليو اس بي كان بيشيل لحد 127 جهاز، مظبوط، لا الفاير واير هنا بيشيل اقصى حاجه 63 جهاز في التو فيرجنز بتوعهم. هنلاحظ ان اللينس بتاعه ان هو الكابل ده يقدر يكون لحد 4.5 متر، وهنا لحد 100 متر، تمام. الترانسفير سبيد اللي موجود عندي، تمام، انا بدات بالفاير واير اللي هي الاولاني ده، لما اجي اقارنه باليو اس بي الاولاني، تمام، هنلاحظ ان هو كان سرعته كام، هنرجع نرجع كده مع بعض، السرعه برضه لازم تتحفظ، تمام. هنلاحظ ان سرعته كانت 12 ميجا بيتس بير سكند، ده سرعته في الفاير واير كام؟ هنلاحظ ان هي 400 ميجا بيتس بير سكند، تمام. فاذا فعلا كان ضرب الايه ده، كان يعني اليو اس بي هنا كان 12، بعد كده اليو اس بي 2 بقى كام؟ 480، تمام. هنا في الفاير واير بي او اللي هي الفاير واير 800 سرعته 800 ميجا بيتس بير سكند زي ما احنا شايفين. الفاير واير ده شكل الكابل بتاعه، واحنا شفنا طبعا البورت بتاعه في الجزئيه الخاصه بيه. الار سي اي هي الجاكيت اللي احنا بتكون مخصصه، زي ما احنا قلنا ان هي بتكون بتربط ما بين كارت الشاشه بتاعي او لو كارت متخصص مع التلفزيون او مع الفيديو او مع الار سي مع الـ مع الفي سي ار او الدي في دي، لو كان عندي جهاز دي في دي دايما الكابل بتاعهم بيكون الطرفين نفس الشكل اللي موجود عندي ده، اللي هو الشكل الكونكتور بتاعهم بيكون ميل، واكيد طبعا بما ان هو ميل هيخش فيه كونكتور موجود عندي في كارت الشاشه، تمام،
اللي هو هيكون female. كده تكون لسه ما خلصناش، لسه عندنا الكيبورد والماوس. تمام، ده الكابل بتاع الكيبورد. طبعا الكيبورد ممكن تكون USB، ممكن تكون PS2، طبعا ده اللي هو مين PS2 الموجود عندي. كده يبقى احنا خلصنا المحاضرة ديت. يا رب تكون محاضرة حلوة، ويا رب تكون عجبتكم، ويا رب ما يكونش فيه لخبطة. انا حاولت اعيد وازيد اعيد وازيد عشان اثبت المعلومات دي. يا جماعة الحاجات دي كلها مهمة جدا، من الحاجات اللي بتعتمد عليها الامتحانات اللي موجودة، عدد الاجهزة، الاطوال، السرعات. تمام، مش صعبة والله، تحفظوها يعني، بس بصوا لها كتير اللي موجودة. السيريال بورت والبارل بورت، الحاجات دي بيركز عليها بشكل غير طبيعي في الامتحانات. ولو انا بس مش عارف لسه، عايز اشوف نسخة بس كويسة من الامتحانات، وابدا اديك واجب واوريكم الحاجات اللي احنا شرحناها ده. هي في 4 محاضرات بتغطي كم كبير جدا من الامتحان اللي موجود عندنا. اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرة 5، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.